كومن يعني قوي، ف مش محتاجين يعني ايه نذاكرهم قوي بالنسبه للناس اللي في ليفل الامتحان السوشيال وكده. تمام معايا يا دكتور كده؟ تمام يا دكتور. هنتكلم بعد كده عن الفسيولوجي اوف سليب. عندنا تو ميجر بروسيس كنا بنقول ان سليب هوميوستاسيس، في كيميكالز بتاكيوميليت في البرين، هو بنسميها الاسم ده اللي هو سمونوجينز، يعني بتستيميوليت السليب مع الوقت. يعني اهمها حاجه اسمها الادينوزين. تمام الكيميكالز دي بتبقى ريليز طول ما البرين صاحي، وبعد كده بتاكيوميليت مع الوقت. طبعا الكلام ده مش اللي هو محتاج يتحفظ، بس اللي هو محتاج نبقى اوير بيه، ولان هيجي منه كلام يساعدنا في حفظ اللي جاي ان شاء الله. تمام البروسيس الثاني اللي هو السيركاديان ريزم، ده مهم جدا، وده سبحان الله في حاجه اسمها ميجور سيركاديان كلوك. البينيال بودي اللي بيفرز الميليتونين جزء منها خلاص، دي هي موجوده في الهايبوثالاموس، بس هو كل اصلا اورجان في الجسم ليه فعلا بيولوجيكال كلوك خاصه بيه. زي ايه الاورجانس المتوقع؟ يعني الكارديوفاسكولار طبعا، ما هو الهارت ريت والبلود بريشر، الحاجات دي بتختلف منهم للصحيان. الرينال طبعا فانكشن بتختلف، والهرمونز طبعا ديفينتلي يعني. تمام طيب السيركاديان ريزم ده ليه انفايرومنتال كيوز، يعني تريجرز كده بيحس بيها فيطفي او يعني ينور او كده. ايه بقى هي؟ اللايت طبعا ده اهم حاجه. لو حد كان اتفرج على البرنامج بتاع الدحيح ده، احمد الغندور ده بيعمل حاجات بيقول فعلا كلام ساينتفك يعني. فهو كان من ضمن كان عمل حلقه على النوم، وقال ان سبب الانسومنيا من الاسباب القويه يعني هي النور اللي هو بتاع، قال ساعتها اديسون هو السبب بتاعي، ان هو قصده ايه النور اللي هو بتاع الكهرباء ده هو من اهم اسباب فعلا الانسومنيا. لان الانسان لو متعرض له طول الوقت مش هيقدر يفرق يعني النهار من الليل وكده. تمام يعني هو مسك في اديسون وساب الراجل اللي عمل الفيسبوك. المهم بعد كده طيب ايه هو السليب ده الدين، يعني الدين بتاع النوم ده عباره عن ايه؟ يا اما ان هو يكون one night total sleep deprivation، يا اما sleep restriction. يعني مثلا لو البني ادم المفروض ينام 7 ساعات ونص بينام 5 on daily basis، ده هيعمل نفس النتيجه، الاثنين نفس النتيجه. السيكوال بتاع كده في الاطفال بقى، طبعا ان يحصل زي السيكوال دي اللي هنتكلم عنها برضو، او هنذكر انها بتحصل مع الاوبستراكتيف سليب ادمين. هيحصل داي تايم نابينج، يبقى عايز ينام بالنهار. behavioral changes طبعا دي يعني كلنا متخيلينها اكيد. بيحصل irritability. somatization دي سيمتوم خاص بالاطفال بالذات، يعني الطفل ما بيبقاش قادر يشتكي يقول انا متضايق ولا انا عندي صداع ولا انا الكلام ده، بيشتكي من حاجات physical. كلنا اكيد سمعنا عن الفانكشنال ابدومينال بين، فاهمين قصدي، الفانكشنال هيدك برضو، الحاجات دي كلها، لان هو بيترجم الاريتابيليتي والمود سوينجز اللي عنده بفيزيكال سيمتومز. تمام طبعا السكول بيرفورمانس بتاعه بيتاثر. معايا يا جماعه؟ ايه الكومبوننتس بتاعت النوم عندنا؟ عندنا السليب السلو ويف سليب، وعندنا الريم سليب. دول مهم قوي ان احنا نفهمهم عشان نفهم كل اللي جاي بعد كده. يعني السلو ويف سليب ده اللي هو الريستوريتيف فورم اوف سليب. يعني احنا لو تخيلنا ان هي مثلا حاجه شخصيه حد فيرم شويه وشخصيه حد مور يعني مثلا علمي علوم وعلم وادبي مثلا، فاهمين قصدي؟ السلو ويف سليب ده اللي هو الشخص اللي هو مسؤول، يعني هو بيعمل كليرنس للويست بتاع البرين. متخيلين هم مسميين الكيميكالز اللي بتتراكم لما يبقى فيه سليب ديبريفيشن ناو ويست؟ يعني زي ايه؟ اهمهم حاجه اسمها بيتا امايلويد. تمام ايه اللي بيحصل فيه؟ هو بيحصل ده اللي هو ما بيحصلش فيه احلام، وبيبقى المسل تون قليله جدا في الجسم، الاوتونوميك نيرفس سيستم بيبقى شغال كويس، عشان لما نيجي نتكلم على الباراسومنياز. عكسه بقى الرابيد اي موفمنت سليب اللي هو مسؤول عن الكوجنيتيف فانكشن، مسؤول عن الايموشنال والبيهيفيرال الميموري كونسوليديشن. معايا؟ وبيبروموت لحاجه اسمها البرين بلاستيستي، ودي انا هتكلم عليها لوحدها لان هي شايفاها حاجه انترستنج بصراحه، ان يبقى عندنا معلومه عنها. يعني هي مش مهمه بصراحه للامتحانات ولا حاجه. حد عنده سؤال سوبر او حاجه؟
الرابيد اي موفمنت سليب الموسل تون فيه ما بتبقاش قليله، ممكن ممكن الشخص يتحرك فيه، وهو اللي رابيد اي موفمنت لان هو اللي بيحصل فيه الاحلام. تمام. وهو لو اتكلمنا على باراسومنياس ده الفيز اللي ممكن يحصل فيه نايت ميرز. السليب تيرورز والسليب ووكينج بتحصل في السلو ويف سليب. معايا يا جماعه؟ طب يعني ايه برين بلاستيستي؟ يعني هي الابيليتي بتاعت البرين ان هو يري واير، يعني او يعني زي ما كان احمد حلمي بيقول لخبط الورق، هو بيرجع ينظم كل الوايرز بتاعته او بيرجع يفانكشن بشكل مختلف. طب ده معروف ان هو بيحصل ديفلوبمنتال، هل بيحصل في الادلت كمان؟ بيحصل. وشايفه ده حاجه فيري انترستنج ان الناس تبقى عارفاها، ان ممكن يحصل ري وايرنج في البرين. يعني احنا كلنا عارفين ان الستروكس مثلا مش بتتحسن مش بتخف، بس ممكن الشخص الليمب اللي هو الضعيف ده الاوفر اول بتاع البرين يحصل ري وايرنج بحيث ان هو يدومينيت ويستخدمه برضه. في شخص بيشتغل على القصه دي بقاله 3 ديكيدز، ده اسمه مرزنشي ده. المهم يعني هو واخد الجايزه دي، جايزه شكلها شبه نوبل كده في النرويج كافلي برايس، وقال انه برين اكسرسايزز ممكن ممكن تبقى ايكوال لدراجز تو تري ديزيزز اس سيفير اس سكيزوفرينيا. فيعني انا عايزه اقول البرين بلاستيستي دي حاجه معناها انه ويز اكسرسايزز كل حاجه زي الميموري زي كوجنيتيف فانكشن زي ان انت تتعلم حاجه جديده سكيل مش عارفها اي حاجه من دي ممكن تعرف تعملها، لان البرين بتاعنا ساينتفكلي فعلا الكلام ده خلاص بروف ان ده ممكن فعلا نقدر نعمله يعني. طيب الاوبستراكتيف سليب ابنيا الاسم الجديد ليها اللي هي سليب ريليتد بريزنج ديس اوردرز. تمام. دي سبيكتروم اوف ريسبيراتوري ديس اوردر بتحصل اكسكلوسيفلي اثناء النوم او النوم بيزودها. هما الاوبستراكتيف سليب ابنيا اهمهم برايمري سنورينج واحد منهم، والابنيا اوف بريماتوريتي والسنترال ابنيا. طيب البرايمري سنورينج ان هو الطفل بيشخر بس، يعني هل ده سيمتوم يعني ينفع نتجاهله؟ لا، مفيش حاجه تقدر تحلف ان ده برايمري سنورينج من غير ما نعمل بوليسونوجرافي. الكلام ده اللي مكتوب في نيلسون، انا بحاول اختصر لكم اللي مكتوب في نيلسون في التوبيك بتاع السليب. تمام. فالبرايمري سنورينج هو سنورينج without affection of respiration، يعني مجرد الصوت بس، وسببه طبعا ان الفارينجيال موسلز بتريلاكس اثناء النوم. بس هو بيقول لك انه ممكن برضو يكون يعني يكون ساتل بروبلم ويكون معناه او يعني نوبزرف الطفل ده مع الوقت ويظهر عليه الاوبستراكتيف سليب ابنيا برضو. طيب هي عباره عن ايه؟ هي عباره عن upper airway obstruction episodes resulting in apnea يعني complete reduction في الاير فلو، او hypopnea اللي هي partial reduction في الاير فلو. partial قد ايه؟ اكتر من 30% reduction في الاير فلو، معاها 3% دي saturation. هما بيعرفوا الحاجات دي ازاي؟ بالبوليسونوجرافي اللي احنا هنجيب صورته كمان شويه. تمام. الاوبستراكتيف سليب ابنيا بتحصل ازاي؟ بيحصل ناروينج للايروي، احنا متفقين. ممكن يحصل اناتوميكال ان فانكشنال. الاناتوميكال هو اللي مورفوم، ان انا هبدا بالكلام عن الفانكشنال لان هو اللي تخيله بس اصعب شويه. فانكشنال ازاي؟ ان الفارنجيال موسل تون بتقل، ده ممكن يحصل مع عينين السي بي، مع عينين البايوباسي، او الريسبيراتوري الفنتيلاتوري درايف في مشكله. طبعا الاسامي اللي جايه دي فاميليا شويه للناس اللي ذاكرت ام دي، الناس اللي هي ما ذاكرتش ام دي خالص هتبقى مستغرباها، ممكن ما تضايقش نفسها فيها قوي. اللي هو ايه؟ رابيد اونست الرهاد، يعني اللي هو هايبوثالاميك ديسفانكشن معاه اوتونوميك ديسريجوليشن، ورابيد اونست اوبيستي، الاوندين كيرس اللي هو السنترال هايبو فنتريشن سندروم، الارنولد كاري دي ممكن تبقى سهله نبقى عارفينها. الارنولد كاري طبعا بيبقى فيه هرنيشن للسربيلم، فممكن الريسبيراتوري سنتر يبقى افكت. المهم انه ممكن يعمل النوع ده الفانكشنال ناروينج ويعمل اوبستراكتيف سليب ابنيا. تمام. الخلاصه الاوبستراكتيف سليب ابنيا بتحصل اناتوميكال وفانكشنال. اناتوميكال ده بقى اللي مور كومن طبعا، ده الواقع، يعني ان هو بسبب الادينوتونسيلر هايبرتروفي طبعا هي رقم واحد،
نيزل اوبستراكشن، لو انا يعني هي الترتيبه دي بتاعت نيلسون ان هو قايل لك نيزل اوبستراكشن، بس حطت اسباب كتير، بس طبعا لازم الالرجيك راينايتس يجي في بالنا اول حاجه. طبعا اسباب كتير ممكن نعرف نالفها، مثلا سيبتال ديفيشن، نيزل اوبستراكشن لاي سبب تاني. نيزو فارينجال اوبستراكشن هو طبعا الادينو تنسلر هايبرتو. طب كرانيو فيشيال انوماليز زي ايه؟ هي شبه بتاعه الديفيكولت ايرواي يعني، خلاص اللي هي بتخلي في مشكله في الايرواي. مايكروجنيسيا، ميتفيشيال هايبوبليزيا، ومايكروجلوسيا. لو احنا فاكرين حاجات زي من كنت قلتها انا برضه في الايرواي، المايكروجلوسيا زي عينين الام بي اس مثلا، و المايكروجنيسيا زي البير روبان، ودول طبعا اشهر ناس عندهم المشكله دي. طيب انا مش بص قوي على الاسئله، الناس معايا ولا حد عايز يسال حاجه؟ ده منظر الالرجيك شينرز، علشان هو برضو من الساينز المهمه اللي هو ذاكرها، ان احنا نشوف الطفل ممكن يبقى عنده ساينز تانيه. فأهم ساين طبعا الالرجيك راينايتس هي الالرجيك شينرز، وفي ساينز تانية زي الالرجيك سالوت اللي هو بيبقى زي خط على مناخيره او كده. طيب كلينيكال بيكتشر بتاعت الاوبستراكتيف سليب ابني، هي ليها نوكتورنال سيمتومز وليها داي تايم سيمتومز. طيب نوكتورنال طبيعي ان احنا في سنورنج وصوت عالي طبعا، وابنياس وهايبوبنياس اثناء النوم، بيحصل اراوزلز بعد الاتاك دي، وبيحصل سكندري انيوريسس. ده سبب مهم جدا للاطفال اللي بتشتكي من انيوريسس، ان احنا نستبعد فيهم ان هم عندهم obstructive sleep apnea. طيب الداي تايم سيمتومز حاجات منها بسبب الادينوتنسيلر هايبرتوفي اللي هي دراي ماوس او نيزل تون اوف فويس. هو اي طفل عنده ادينويدز هيبقى ده منظره، difficult swallowing برضه بسبب الادينوتنسيلر هايبرتوفي، وهيبقى عنده السيكوالي بتاع ان هو ما بينامش كويس، اللي هي اللي احنا قلناها في الاول بقى، اللي هو irritability, somatization، السكول بيرفورمانس بتاعه هيتاثر، وهيحصل له داي تايم سليبنس او يعني مايكرو سليبس اثناء اليوم. تمام، ده المنظر بتاع البوليسومنوجرافي. حاجه معقده جدا طبعا، عشان كده هو بيقول لك حتى لو ما هوش افيلبل ممكن يعني نعمل نوكتورنال مونيتورنج للاكسجين ساتوريشن بس، او يعني في alternatives، لان هو سيتنج طبعا صعب شويه. تمام، هو عباره عن اي اي جي بلس حاجات بتقيس الريسبيراتوري فانكشن، بيحطوا مايكروفون يقيس السنورنج ونيزل كانيولا. المهم ده التخيل بتاع البوليسونوجرافي عباره عن ايه، عشان لما نتكلم على ازاي بندايجنوز بالظبط باي كرايتيريا الاوبستراكتيف سليب ابنيا. في حاجه اسمها ابنيا هايبوبنيا اندكس. تمام، ايه الابني هايبوبني اندكس دي؟ هي عدد الابنك والهايبوبنك ايفنتس بير اور اوف سليب. ليها رقم نورمال في الاطفال اللي هي اقل من 1.5، وهم حاطين انه من 1.5 ل 5 ده كده مودريت اوبستراكتيف سليب ابنيا، واكتر من 5 ده سيفير ومعناه ان هو محتاج تريتمنت. معايا؟ الجايد لاينز هنلاقيه ان هو كلام طويل جدا في نيلسون بصراحه، بس انا حاولت اختصرها على قد ما اقدر. بتاعه الاوبستراكتيف سليب ابني بيقول لك كل الاطفال العاديه وهي جايه لك في الويل فيزيتس لازم تعملها سكريننج، تسالهم هل بيحصل سنورنج ولا لا. تمام، طيب اللي هيقول لك عندي سنورنج هتعمل له فيرزر ايفالويشن، هتاخد الداي تايم سيمتومز والنكتورنال سيمتومز تساله عليها ان ديتيلز تاني، ولو في حاجات في الساينز زي ما قلنا الالرجيك شينرز والحاجات دي، او في الكرينيوفيشيال او كده. تمام، لو خلاص شاكك اعمل بوليسومنوجرافي، وزي ما قلنا تعريف البرايمري سنورنج اللي هو البوليسومنوجرافي بتاعه نورمال، فانا ما اقدرش اقول على حد عنده سنورنج ان هو نورمال من غيره. تمام، ولو الادينو تونسيلر هايبرتوفي هي السبب في الاوبستراكتيف سليب ابنيا طبعا لازم تتشال، ده من الانديكيشن فعلا الحقيقيه ان اللوز والحمايه تتشال ان هي تكون عامله اوبستراكتيف سليب ابنيا. طيب الحل طبعا الاخير خالص يعني اللي هو ما حدش بيحب يلجا له، اللي هو النيزل سيباب اثناء النوم، ده لو حد مش فيت فور سيرجري او حد فيلد معاه السيرجري. متوقع مين اللي هو ممكن السيرجري تفيل معاه؟ الاطفال الاوبيز شويه. تمام، فدول اللي ممكن ايفينشولي يحتاجوا، بس هم حتى بيقولوا حتى في الاطفال الاوبيز الاوبيستي از يعني كو فاكتور، مش هي السبب الرئيسي. الادينوتنسيلر هايبرتوفي ستيل deserves ان هي تبقى indicated for surgery، ولو بعد السيرجري هي is not
he's not cured او يعني عملنا له فولو اب لقيناه مش متحسن نحطه على نيزل سيباب. الالرجيك راينيتس لو هي السبب طبعا لازم نديله انترانيزل ستيرويدز. والادجفنت ثيرابي لاينز الويت ريدكشن وحاجه اسمها بوزيشنال ثيرابي ما كنتش متخيلها قوي لما بصيت عليها النت، عايزه بس اوريها لكم. ويت ريدكشن زي ما بنقول الاوبستي بتزود جدا الابستراكت سليب ابنيا، بتزود السيركمفرنس الاديبوس تيشو بتاع الفارنجيال تيشو، والنيك سيركمفرنس اصلا بيزيد فبيضغط على الايرواي. ده البوزيشنال ثيرابي. انا حاسه ان هو مش يعني مش ابليكابل في الاطفال بصراحه، هو زي كره تنس كده بيحطوها علشان ما ينامش على ظهره. هو طبعا الاوبستراكتيف سليب ابنيا بتزيد لما ينام على ظهره. طيب لحد كده انا عايزه لو في حد عنده سؤال يفتح المايك او حاجه، او لو نعيد حاجه. ما بصيتش على الشات. طب في حد عنده سؤال في الشات؟ تمام يعني كمل اي حاجة. طيب تمام ماشي. طيب الباراسونياز باراسونياز من الأسئلة بقى اللي بقول مهمة حتى للليفل بتاع الماستر. هما الأربع حاجات المشهورة، بس منهم حاجة زيادة نيلسون كتبها اللي هي confusional arousal. confusional arousal هي زي السليب تيرورز تقريبا في كل حاجة بس أبسط يعني. تمام اللي هما إيه تاني؟ السليب ووكينج، السليب تيرورز، النايت ميرز، والنوكتورنال سيجرز. تمام هنخلي بالنا بس إن إحنا هنحتاج هنا الحتة اللي قلناها في الفرق بين السلو ويف سليب والريم سليب. الريم سليب ده اللي هو بتاع الاحلام، فده اللي وده اللي هو لايت سليب شويه عن السلو ويف. سلو ويف فيري ديب سليب، زي ما بقول الماسل تون فيه بتقل وكده، فهو الفيري ديب سليب هو السلو ويف. الريم هو اللي بيحصل فيه الاحلام، فالشخص مجرد ما يحصل نايت مير، لو النايت مير صحوه هيفتكره يعني، فاهمين قصدي؟ هيحصل ريكول الايفنت، وده الوحيد اللي بيحصل فيه ريكول. تمام. طيب كلينيكال بيكشر بتاعه الحاجات دي مش انا مش كاتباها هنا، بس هو ممكن نقول فيها حاجات. السليب ووكينج والسليب تيرورز بيبقى معاهم اوتونوميك اكتيفيشن. احنا قلنا الاوتونوميك نيرفس سيستم بيشتغل اكتر في الوقت بتاع السلو ويف سليب. تمام الحاجات دي كلها طبعا ليها جيناتيك بيزز ما عدا النايت ميرز. النايت ميرز تعتبر حاجه سايكولوجيكال اكتر، زي يعني ديسوردر خاص بالأدلت أكتر مش بالأطفال يعني، بس طبعا ممكن يحصل في الأطفال في الأدوليسنت أو في الليت شايلدهود. تمام السليب ووكينج والسليب تيرورز تحصل أكتر في البري سكول تشيلدرن. خلاص فده تجميع للكلام تاني. إحنا عندنا أربعة ديس أوردرز من الباراسونياز، اتنين منهم بيحصلوا في السلو ويف سليب، حتى النوكتورنال سيجرز خلوها ما تلخبطناش، بس خلينا نطلعها بره الموضوع. هي is eventually seizures وممكن يبقى ليها genetic basis ممكن لأ، بيحصل جزء منها في الريم وجزء في النون ريم، فهي ملهاش حاجة لوحدها يعني. تمام الوحيد اللي بيحصل معاه ريكول هو النايت ميرز، هو الوحيد اللي بيحصل في الريم سليب، وهو الوحيد اللي بيحصل في آخر تلت من الليل. أول تلت ده بيبقى السلو ويف اللي هو الديب سليب اللي هو ما فيهوش احلام والكلام ده كله. اي هو بالحته دي كده تكون واضحه. طيب عندنا بعد كده انسومنيا امبيدياتريك انواعها ايه؟ زي ما قلت الانسومنيا معظمها بتكون بيهيفيرال وسهل تصليحها طبعا يعني. سليب اونست دي بتحصل اكتر في الانفنتس وفي التودلرز. الليمت سيتنج بتحصل في البري سكول. يعني ايه سليب اونست؟ يعني الطفل رابط ان هو ينام بحاجه معينه. ايه الحاجه دي؟ زي ان هو يتهز او ان هو ياكل. ماشي. طيب طبعا فكره ان اصلا الروكينج ده لوحده غلط يعني، يعني ده لوحده حتى لو مش عامل انسومنيا ولا حاجه. طيب المهم الربط ده بقى غلط ليه؟ لان هو مجرد ما الام هتسيبه في الكريب بتاعه وتقوم هيعيط ومش هينام. تمام ليميت سيتنج ده اللي هو طفل مش عايز ينام بالعند مثلا وكده، ده طبعا اكتر بيحصل في البري سكول والاطفال الاكبر منهم كمان. ماشي اللي هو ريزيستنس
للبيت تايم، يعني تقول له خش نام، لا مش هخش نام. التريتمنت بتاع السليب اونست اللي هو اكستنكشن، يعني ايه اكستنكشن؟ ويزدرول، يعني ان الاهل يسحبوا نفسهم من الموقف بتاع النوم ده. طب ما هي ما هيعيط، فانت الحل ان انت ساعتها تقول له خليه يعيط. طبعا حل سخيف، وان يعني الصح او الاحسن هو يتعامل صادم انه فعلا تسيبه خالص يعيط، بس اللي هو رجع وقالوا لك طب ممكن جراديوال، يعني زود بس الوقت اللي بتسيبه يعيط فيه كل مره عن الثانيه. فدي الفكره والحل للموضوع ده. طيب الليمت سيتنج، الحل بتاعه هو السليب هايجين، اللي هو لسه هنقول تفاصيله يعني، واكيد كلنا يعني عارفين معلومات عنه، اللي هو ينام في ميعاد ثابت ويصحى في ميعاد ثابت وحاجات زي كده، وان هو يتعمل له بوزيتيف ري انفورسمنت زي اللي بيتعمل للنكتورنال انيوريسيس كده، لو حسن البيهيفير بتاعه. يعني السايكوفيسيولوجيك انسومنيا دي اعتقد ان هي صديقتنا، يعني كتير مننا عدى عليها في الامتحانات وكده. هي طبعا ديس اوردر اقرب للادلت، يعني بتحصل في الادوليسنت اكتر. هي عباره عن كونديشند انكزايتي، يعني هو الشخص حاسس قوي باهميه النوم، فهو رابطها ان هو وعامل هايلايتنج للفكره، فمش بيجي النوم بزياده. علاجها ايه؟ الناس بتتكلم في ان هو لازم يبقى السرير بيستخدم بس للنوم كنوع من الاستيمولس كنترول، يعني ما اقعدش امسك الموبايل ولا ذاكر على السرير ولا كده. دي حاجه. الحاجه الثانيه اقلل الوقت اللي هو في السرير، اقلله ازاي؟ طب ما هو اصلا عنده انسومنيا. يعني كلمه سليب ريستريكشن دي كنت بستغربها لما بقراها في الانسومنيا، بس هم بيقولوا الفكره ان الوقت اللي هو الشخص بيقضيه في السرير ما يقضيهوش وهو صاحي، يعني هي دي الفكرة، يقضي بس الوقت اللي هو نايم فيه، مجرد ما يصحى يتحرك من السرير عشان ما يحصلش عدم الربط ده. المهم يعني خلاصة الكلام، ان السايكوفسيولوجيكال انسومنيا دي لازم تتعالج دايما بالطريقة دي، لازم تتعالج دايما بطريقة بيهيفيرال او يعني كوجنيتيف بيهيفيرال او كده، وانه يقرا عن السليب هايجين ويفولو الميديكيشنز. حل سنه ممكن في الاكيوت، الاكيوت اللي هو مثلا 1 نايت 2 نايت مش اكتر من كده. في الكرونيك انسومنيا مستحيل الميديكيشن تكون حل ابدا. طيب نورمال باترن اوف سليب بقى في الاطفال، الحته اللي كنا بنقول ممكن نسالها في العيادات وكده. محدش عنده اي اسئله صفر في اي حاجه؟ ناس معايا طيب ولا نامت؟ نيلسون عامل الجدول ده ومقسم، وطبعا جدول اكبر من كده يعني انا حاولت. طيب ان شاء الله يكون في سؤال. اهو ماشي تمام ماشي. طيب حاطط ايج كاتيجوريز، وزي ما بقول ده الاختصار للكلام اللي هو كاتبه، بس وفي كلام انا هقوله برضو لو عايزين تزودوا عليه. الايج كاتيجوري بتاعت من 0 و 2 مانثس دول ما عندهمش مشاكل في النوم اصلا، هو بيعيط كتير او الحاجات اللي الاهل بيتضايقوا منها دي، بس ما لهاش علاقه بالنوم، لا هي ممكن تكون بسبب جرد او كوليك او كده. افريج عدد ساعات النوم ممكن يوصل، يعني الرينج ممكن يوصل ل 19 ساعه، بس هو الافريج انه 14 ساعه، هو بيقسمهم بالتساوي ما بين الليل والنهار، ما عندوش خالص سيركاديان ريزم خلاص، بالذات في اول شهر. الاطفال اللي بتبقى بريست فيد نام اقصر في السايكلز، يعني ينام ساعتين ثلاثه، الطفل اللي هو بوتل فيد بينام 4 ساعات مثلا. تمام كده. طيب حاجه، طفل 5 سنين يطبق لا طبعا مش طبيعي، لا مش طبيعي، لا هو طفل 5 سنين المفروض ينام 8 ساعات يعني على الاقل يعني. طيب طيب خلونا نكمل بس الجدول ده، هنقول فيه كل باترن لكل ايج يعني. خلاص من اول بقى سن شهرين لسن 12 شهر الطفل بيقدر يعمل حاجه ظريفه جدا، هو بيقول لك بيعملها في اول 12 اسبوع، مش محدد وقت، بس يعني المهم اخره على 3 شهور يعرف يعملها، اللي هو ايه؟ سيلف سوس مثلا. يعني ايه؟ يعني يعرف يهدي نفسه عشان السليب اونست يعملها لوحده. فالاهل لو عرفوا معلومه زي دي هيبطلوا ان هم يربطوا نفسهم بيه في وقت النوم، يعني هو من اول 3 شهور هو ممكن يسيبه عادي في الكريب بتاعه هينام لوحده عادي. تمام. وهيقدر يكونسوليديت السليب برضه، هو حاطط لها رينج تقريبا من 6 اسابيع ل 3 شهور، بس برضه ايفينشولي على 3 شهور هو ده الرينج اللي هو هيبتدي خلاص يقدر يكونسوليديت النوم فيه.
وهيبدأ يبقى عنده سيركاديان ريزم، هيبدأ ينام بالليل أكتر وكل ده، بس هيبقى عنده لازم في النهار نابس 2 عدد. تمام، ده السن اللي بنقول بيبدأ يحصل فيه السليب اونست اسوسيشن انسونيا، اللي هي ايه، انه رابط بداية النوم بحاجة زي ان هو يبقى ركض او ان هو يبقى ثابت معايا كده. وطبعا ممكن برضو السليب ريليتد ريزميك موفمنت، اللي هي يعني هو عايز يعترض برضو عن النوم وكده، فبيعمل الهيد بانجينج والبادي روكينج، اللي هي نوع من الانفولنتري موفمنتس او يعني من الابنورمال موفمنتس. تمام، التودلرز اللي هو السن بتاع سنه سنتين، هو ده اللي ممكن يحصل له برضه سليب اونست اسوسيشن، وممكن يدخل في الليمت سيتنج تايب. هو مفروض النبس تقل من 2 لـ1 عند سن سنه ونص، هو يعني من اول سنه ونص هو كفايه ياخد نب واحد، ممكن ما ياخدش ويبقى ده عادي. والرينج بتاع النوم بتاعه من 11 ل 14 ساعه. تمام، طيب في بعد كده البري سكول ممكن ينام من 10 ل 13 ساعه، ويحصل له ايه من انواع الانسونيا، ليميت سيتنج خلاص، سليب اونست دي خلاص يبقى هيبقى كبر عليها. والباراسومنياز بقى اللي احنا كنا بنقول عليها بتحصل في السن ده، قلنا النايت ميرز ليها علاقه بالادلت اكتر او بالادوليسنت اكتر. امال مين اللي هم دول اللي في البري سكول؟ اللي هم طبعا السليب تيرورز. كويس، السليب تيرورز دي على فكره يعني باراسومنيا سخيفه جدا، والطفل بيصرخ يعني، انت متخيل يعني. هو من السيمبتومز اللي انا كنت بس اختصرتها، ممكن نرجع له الجدول ده تاني يعني لو عايزين. السليب تيرورز من الحاجات اللي فيها سكريم اعلى كمان من النايت ميرز يعني. ماشي، طيب وزي ما قلنا فيها اوتونوميك سيمبتومز يعني اوكي. طيب السكول ايج اللي هو من 6 ل 12 سنه، واكتر من 12 سنه هتبدا مشاكله تبقى شبه الادلت شويه، اللي هو يحصل له نايت ميرز وسايكولوجيكال انسومنيا. رينج النوم من 8 ل 10 ساعات. بيجي بقى عند الادوليسنت ويقول لك خلاص دول اللي هو ايه يعني، لو قلنا لهم 8 ساعات هيحس انه كتير وكده، بيقول لك اتليست 7 ساعات ونص ده كويس، بس اقل من كده لا قليل. تمام، اللي هم اكتر من 12 سنه. طيب حد عايز يسال حاجه؟ نرجع للجدول بتاع الباراسومنيا تاني ولا الدنيا كويسه؟ ماشي، تمام، ماشي يا دكتور أمين. طيب السليب هايجين بالنسبة للإنفانس إيه اللي المفروض يحصل؟ هو السليب هايجين بتاع الإنفانس ده معمول أساساً علشان السادن إنفانت ديس. تمام، بنقول ايه انستراكشنز للاهل، المفروض الطفل ينام لوحده دي عشان ايه؟ علشان ما ينامش جنب حد من الكبار اللي هو ممكن يتقلب عليه. الطفل طبعا في السن اللي هو بتاع شهر شهرين ما عندوش لسه ان هو يرول اوفر، صح؟ فهو لو حد قرب عليه او مش هيعرف يتحرك، فاهمني؟ فان هو ينام الون دي حاجه مهمه، بس ان ذا سيم روم يعني، ان سيبريت كريب بس ان ذا سيم روم. تمام، اون هيز باك، علشان برضو الحته بتاعه السيفتي وعشان البريفنشن بتاع سادن انفانت. بس الكريب بقى المفروض يبقى عامل ازاي؟ ما يبقاش فيه اي مخدات خالص خالص يعني، ده لحد برضو 6 شهور مثلا، لحد ما يبتدي يعرف يرول اوفر. تمام، المفروض يبقى حتى هو يعني نيلسون كاتب له انشز معينه ورقم معين، بس هو هنا كاتبها اسهل، ما يبقاش فيه ما بين السايد بارز بتاعته مسافه اكتر من 2 فينجرز، على اساس ان هو ما يقدرش يعني يزحلق منها او كده. لازم الماترس او لازم يعني الملايه اللي مفروشه تبقى مشدوده كويس، وهو نفسه يبقى ناشف، ما يبقاش زي المخدات كده ما يبقاش طري. هما بيقولوا ليه مخدات؟ لا، انها ممكن تخنقه برضه لو اتحركت عليه او اي حاجه لاي سبب. هي دي الفكره، انها ممكن تكتم نفسه. فمفروض ما يبقاش فيه اي مخدات، مفروض يعني المرتبة الصغيرة اللي هو نايم عليها تبقى ناشفة كويس، ولازم الملاية تبقى مشدودة كويس. يبقى هو ده الـ ABC، إن إحنا نحفظها كده alone on his back in his crib، والكريب يبقى سيف بالمواصفات اللي بنقول عليها. تمام؟ في حد بيقول حاجة؟ Nightmares
النايت ميرز علاج للكوز يعني، لا ليها هي، لا ملهاش علاج، زي علاج السايكولوجيكال انسومنيا برضه. السايكولوجيكال انسومنيا ممكن تبقى برايمري، يعني دي معلومات اكتر شويه حتى من بتاعه الاطفال، ممكن تبقى برايمري اللي هي هي المشكله الوحيده يعني، او تبقى هي سكندري الانكزايتي. هي عموما الافضل ان هو الكوز بتاعها هو اللي يتعالج، مش هي شخصيا اللي تتعالج، فاهميني؟ يعني غلط ان حد ياخد دواء عشان ينيم، هو المفروض ياخد، لو هياخد دواء يعني لو محتاج دواء ياخد دواء يضيع مثلا القلق اللي عنده او الكلام ده. معايا؟ طبعا احنا زمايلنا اصلا بتوع السايكاتري دول ما شاء الله بقى رزقهم واسع يعني، بقت كل الناس محتاجاهم. ف كان برضو من الحلقات الظريفة اللي عاملها أحمد الغندور ده، عامل إن يعني بيتكلم على الطب النفسي، بيقول إن في مدرستين كبار في العالم، ناس بتقول أدوية وناس بتقول لأ، بس هي الفكرة إن هو بيشكك أصلا، يعني الناس اللي بتقول لأ أو كده بتشكك في إن هم عند يعني إزاي بيدايجنوز أصلا ديزيز زي دي، ما عندهمش حاجات زي اللي عندنا مثلا MRI، فاهماني؟ مفيش حاجة سوليد يعني بيعملوا عليها حاجة. ما علينا، ربنا يسهل لهم، ملناش دعوة. طيب هنتكلم بعد كده على السليب هايجين. الصورة دي يعني هي عجبتني عشان هي لما معظم الايتمز، بس هي ما قالتش اهم ايتم، يعني يا ريت لو حد جه في باله اهم ايتم يقوله يعني بالمرة. ماشي؟ طيب هي بتقول لك اول حاجة لازم الطفل يعمل ديلي اكسرسايز او ديلي اكتيفيتي علشان يجي على وقت النوم يبقى مجهد وينام، منطقي خلاص. النابس يعني في السن اللي هو بعد التودلرز، نأفويد النابس على قد ما نقدر، أو لو نابس تبقى قصيرة ما تبقاش أكتر من نص ساعة. ماشي؟ طيب إيه تاني؟ نعمل بيد تايم روتين. يعني إيه بيد تايم روتين؟ حاجة متعودين نعملها مثلا نقرا له حاجة أو كده يبقى هو رابطها بالنوم. بس و ايه تاني، ان هو السليب انفايرمنت المفروض يبقى فيه درجه حراره معينه للاوضه، هي درجه 24 اللي هي بتاعه التكييف وكده، المفروض ما يبقاش الجو لا حر ولا برد عن كده. طيب البيج ميلز افويدد، بس اللي ما هتلاقيه كاتب في السليب هايجين في نفسه ان انت ما دونت سند هيم تو بيد هانجري. طب يعني اعمل ايه؟ يعني ممكن لو هو عايز ياكل او جعان يعني ياكل، بس ياكل لايت ميل، وهو مدي اكزامبل للكوكيز والميلك في الموضوع ده. السكرينز طبعا لازم تتقفل، ده حتى احنا طبعا مهم يعني. ويبقى ندرس السايكولوجيكال ايشوز. طب ايه الحاجه اللي هي اللي انا بقول انه هي مهمه وهو مش حاططها في الصوره دي؟ حد عارف؟ ليها علاقه بالسيركاديان ريزم وكده، اللي هي الاكسبوجر تو سان لايت. دي حاجه مهمه جدا، من الحاجات اللي هي فعلا ليها علاقة بالسليب هايجين الصح، ان لازم الانسان يتعرض ديلي، كبير صغير يتعرض ديلي تو سان لايت. فور ذا سيك اوف فيتامين دي طبعا دي حاجة، بس فور ذا سيك اوف انه السيركاديان لازم يبقى مظبوط. طيب كده احنا هندخل في الكلام في الحتة اللي هي بتاعة الريستلس ليج سندروم والناركوليبسي. ريستلس ليج سندروم يعني انا برضو مختصره الكلام فيهم، فلو حد عايز يعني ايه يسمعهم بالمره. ريستلس ليج سندروم اللي هو كرولينج سنسيشن او موتور ريستلسنس، شخص رجله بتتحرك كتير اول ما يبقى اترست، اول ما يبقى في بدايه النوم خلاص. ليها علاقه بال، ليها جيناتيك بيزز يعني، ممكن يبقى ليها فاميلي هيستوري او كده، بس هي مالتي فاكتوريال يعني، مش فرانك اوتوزوما ريسيسيف ولا دوميننت ولا كده خلاص. بيزودها الكافيين، بيزودها الار ديفيشنسي، بيزودها البريجنانسي. طب بتتعالج ازاي الريستلس ليج سندروم؟ بياخدوا دوبا اجونست، يا اما دوبا شخصيا كاربي دوبا او دوبا اجونست زي دواء اللي هو اسمه بيروجوليد ده، وممكن يحتاجوا بنزو دايزبينز، بس طبعا ريرلي يعني. تمام. طب ناركوليبسي بقى، الناركوليبسي مرض طبعا يعني قاسي، يعني حاجه اللي هو اكسسيف داي تايم سليبنس. البرايمري ديس اوردر منه بيبقى ليه فاميلي هيستوري، ليه جيناتيك بيزز، بس ممكن يحصل سكندري برضه لميديكال illness او لبرين انجري تروما او كده. تمام. ليه دايجنوستيك كرايتيريا طويله جدا برضه، بس انا حسيت ان هي دي الايتمز اللي مهمه لو حد عايز يحفظه الامتحان كفايه يحفظ دول يعني. تمام. اللي هو ايه؟ ان هو عنده بروفاوند سليبنس
اثناء النهار بروفون سليبنس ابيسود، بينام مثلا سواء اتريست او سواء ديورنج اكتيفيتي، حتى ممكن هو بياكل او بيتكلم ينام. طب الموضوع ده بيحصل قد ايه؟ على الاقل 3 مرات في الاسبوع، وعلى الاقل لمده 3 شهور متواصل. تمام معايا كده يا جماعه؟ طيب لازم مع السليب افكس دي يكون بيحصل حاجه من الثلاثه اللي جايين، منهم 2 دايجنوستيك ومنهم واحده من السيمتومز. ايه من السيمتومز؟ الكاتابلكسي اللي هي صادر لوس اوف ماسل تون. خلاص الكاتابلكسي ده هو برضو عامل له كاتيجورايزيشن صعب تحت كده، بس هو باختصار انه كاتابلكسي ممكن يبقى مايل لو بيحصل اوكيجنال، ممكن يبقى مودريت لو بيحصل اون ديلي بيزس، وممكن يبقى سيفير لو خد ادويه للكاتابلكسي ومش متحسن برضو، اللي هو دراج ريزيستنس. كاتابلكسي تاني اللي هو ايه؟ صادر لوس اوف ماسل تون، معايا حاجه زي اتونيك سيجر يعني، او يعني بس هي طبعا لحظه يعني مش اكتر. خلاص ان ريسبونس تو ايموشنال ستيمولس، ممكن يبقى مايلد مودريت او سيفير، مودريت لو بيحصل يوميا، سيفير لو دراج ريزيستنت. طيب بوليسومنوجرافي بتاع الناركوليبسي بيطلع ايه؟ بيطلع ريم سليب ليتنسي، يعني مش عارفه تفسيرها قوي بس هي شكلها تتحفظ كده مور اور ليس يعني، او يعني لما حاولت افكر فيها شويه ان هو ان هو عنده ديب سليب تندنسي، زي ما احنا فاهمين الريم سليب هو اللايت سليب، هو النوم الخفيف شويه. فالمهم يعني هو عنده ريم سليب تندنسي اكتر من او ايكوال 15 دقيقه، وفي حاجه بتتقيس في السي اف اسمها هايبو كيراتين. تمام كده؟ طيب ايه علاج الناركوليبسي؟ بيتعالج بيهيفير ثيرابي برضو، ان هو يتعمل له سكيدجول تناب وكده، بس طبعا غالبا بيحتاجوا ادويه، ممكن ياخد داي تايم ستيمولانت، وطبعا السايكاتري هم اللي بيكتبوا الحاجات دي، زي الادويه اللي بتتكتب للاي دي اتش دي، وبياخد ادويه عشان تقلل الكاتابلكسي اتاكس، لان هي دي من السيمتومز الخطيره. طب معلش انا عايزه ارجع لكم برضو ايه سيمتومز ثانيه، بس انا مش كاتباها سيريس في الناركوليبسي. بيحصل لهم حاجه اسمها سليب باراليسس، بيحصل لهم هالوسينيشنز كمان. تمام يبقى برضو لو عايزين نكتب تو سيمتومز دي، لو احنا هنفتكره ككلينيكال بيكشر او كده، نفتكر ان بيحصل لهم هالوسينيشنز، بيحصل لهم سليب باراليسس. طيب زي ما قلنا العلاج بيهيفيرال او ستيمولانس او ريم سبريسنت، وفي دواء هو ذكره نيلسون بالتحديد اللي هو صوديوم اوكسيبيت، واضح ان هو دواء كويس، بس هو بيقول ان هو نوت اف دي اي ابروفد في الاطفال. طبعا احنا يعني عاده الحاجات دي ما بتفرقش معانا قوي. المهم ده بيحسن كل السيمتومز بما فيها كاتابليكس. تمام كده؟ أنا كده خلصت بسرعة. تمام حد عايز يسأل حاجة طيب؟ أو نراجع حاجة فيها؟ ماشي يا جماعة، يور ويلكم. السلام عليكم. محدش أكيد عايز يسأل حاجة ولا يراجع حاجة؟ الحمد لله. طيب ماشي يا جماعة، شكرا. السلام عليكم.